في وقته. معنا الدكتورة المتخصصة في الأمراض الصدرية ووزيرة الصحة السابقة الدكتورة سميرة مرعي. صباح الخير ونهارك زين. صباح الخير. مرحبا دكتورة وشكرا ليك على تلبيه دعوتنا. البارحة حكينا الحقيقة مع عمادة الأطباء البياطرة اللي أطلقوا صيحة فزاعة بالنسبة للأعداد اللي سجلوها في قطيع الأبقار والمواشي بمرض السل والحمى المالطية، وصلت لحد 30%. الآن نحب وحكينا على العدوى للإنسان، دونك أنا نحب نعرف شوية على مستوى العدوى للإنسان، هل أنه سجلنا برشا إصابات بمرض السل خارج الرئتين، وشنو هو خطورة المرض هذا وشنو هو أسبابه؟ شكرا. حبيت نقول لك مرض السل يعني في تونس وصلنا معناها في كنا في الستينات في أكثر من 40 في على 100,000، وبدينا ينقص حتى وصلنا 18.8 يعني على 100,000 في تونس في ما بين 2002 و2003 على ما أظن. ومن بعد من 2003 واحنا عاود رجع يطلع، واليوم وصلنا حتى ل 36 يعني وصلنا حتى ل 36 في 100,000. اللي اكثر اللي شدنا الاهتمام هي زياده عدد يعني معروف السل يمس الصدريه، يعني كنا اكثر من 80% هما في الرئتين يتوالي. اليوم وصل 60%. اليوم وصل 60% من الحالات هي خارج الرئتين. يعني ايوه، علاش التطور هذا التغيير هذا منهم؟ فوالا، وهي احنا اللي نقولوا تبركلوزيك تراب المناخ، اللي اكثر وحده هي اللمفاوي معناها الجونجليوناغ، اللي نقولوا احنا بالعربي الوليسيس، يطلع له وليسيس خاصه في الرقبه ولا في وايضا في الامعاء، معناها في تبركلوز اليوسيكال في الامعاء، واللي هذوما شنو اللي يمشيوا بشويه ومعناها حتى طريقه معناها التشخيص نتاعو يكون متاخر جدا، ما يفيقوش به من الاول، معناها ما يفيقوش به، خاطر مش كيما سرويري تعمل تصويره ويظهر تحليل البصقة تلقى الواحد هذيا، يعني نوصلوا ساعات حتى نعملوا بيوبسي بسكانات وبيوبسي والعمليات ساعات اخيرا كريمه برشا حالات نتاع معناها العمليات. يعني هذا شنو المخطر، يعني علاش نقولوا احنا حتى الاطباء ولا حتى على مستوى يعني وزاره الصحه اللي كا هذوما دونك كثروا على خاطر فما لا تبركلوز بوفيد اللي ما نجموش نعطيه الرقم الصحيح، على خاطر في الحالات هذه في الحالات نتاع الرئه ديما احنا نعملوا تحليل ونعرفوا شنو هي الجرثومه، هو تبركلوز معناها اومينيس نتاع الانسان والا معناها هذه نتاع الابقار. في الحالات انا فما استيماسيون في تونس يقول لك ما بين 30 و50% ما بين هذوما تبركلوزيك سخاف المناخ هما الميكوبكتيريوم بوفيس. هذا اللي خلينا اليوم يعني مهم جدا راهو 2017 معناها حتى من 2017 احنا اجتمعنا يعني بوزاره الفلاحه وقلنا لازم نعملوا، يلزم ثم برنامج خاص بهذيا، وقالوا يلزم ما عندناش معناها امكانيات الماديه ويجب ان يكون في اطار برنامج اللي عنده بيجي. اللي ممكن الناس تتساءل كيفاش معناها الابقار تمرض، يعني هذه العدوى عن خاصه العدوى منين كيفاش تتعدى للانسان عند الابقار مرض السل كما عند الانسان يمس كل هو يمس يعني كل الاعضاء، ينجم يمس كل الاعضاء اللي في الابقار. يعني ما فماش عدين تتعدى في الدم، خاطر برشا يقول لك يمس الحم عادة ما يمسش الحم، كان شو كان فما ان اتنت لوكاليزي معناها في بقعه هذيك في الميسكل ولا في حاجه هذيك ممكن. يعني هذا يصير اللي عند الابقار سواء معناها من بقره لبقره وخاصه من الحليب، يا اخي من الحليب التوبركلوز اللي تجي عند الثدي يعني نتاع البقره
يتعدى ديريكتومون التوبركلوز، وال الباسيل هذاك ما يمشيش. معناها علاش نقولوا راهو خطير برشا كان تشرب الحليب ماهوش معقم، على خاطر حتى وكان تسخنه ما يموتش. وانا كنت باش نسالك على خاطر قبل نعرفوا انه الحليب كي يتشري من عند الحليب يتغلى، يقولوا انه كي يتغلى برشا الجراثيم تتنحى منه، دونك مع التوبركلوز نو. ما التوبركلوز ماهيش يلزم معناها تعقيم خاص. تعقيم خاص. هذاك هو، وهو حتى البروسيلوز، هذاك علاش لي كادو بروسيلوز اللي كادو بروسيلوز انا ننسى ديما اسمها بالعربي قاعدين يزيدوا، واللي كا معناها دو توبركلوز اكسترا بيلمونير قاعدين يزيدوا، يعني اكثر حاجه هي اليوم. علاش؟ على خاطر عندنا الشتال نتاعنا يعني البقر نتاعنا فيه عدد كبير، وحسب يعني انا الحقيقه ما عندناش ارقام يعني، هو حسب راهو عماده الاطباء البياطره يقول لك وصلنا نسبه 30%، هذا رقم مدنا به البارح. كبير جدا، كبيره كبيره جدا، ماهوش شويه كبيره، ماهيش شويه. دكتوره انت توا قلت لي وانه المرض ينجم ينتشر، وبرشا ما يفيقوش به من الاول، ويفيقوا به كان كي يضرب بعض الاعضاء المهمين. أنا كيف كيف نفس البقر وزيد الدواء نتاعو يقعد برشا، يقعد فوق الثمانية شهور تسعة شهور يداوى عند الأشخاص، يعني طبعا عند الناس ما عند الأبقار ما نداويوش، عند الأبقار عند الإنسان المشكل نبدالك بالأبقار خاطر باش يفهموا الواحد. عند الأبقار الحيوان معناها يقعد المرض ما يظهرش، ما يظهرش مش كما عند الاشخاص. هذيك علاش ينجم يكون الحليب يتعدى فيه التوبركلوز، وحتى يعني معناها الفلاح ما يفيقش به. هذيك علاش يلزم ثم ديبيستاج، يلزم ثم معناها ديبيستاج. اليوم خلينا نسميو الاشياء بمسمياتها لو تسمح دكتوره. اليوم لازم تحرك يكون من وزارتي الصحه والفلاحه مع بعضهم، لانه البارح تذمر كبير من البياطره لعدم تفاعل نتاع الوزارات مع هذا الموضوع، ما همش ماخذينه كأولوية رغم خطورة النسبة. كي يشوفوا الأرقام هكا حاجة خطيرة الحقيقة. دونك اليوم لازم الزوزة وزارة الصحة وزارة الفلاحة مع بعضهم. اليوم أنا أقول فما عندنا هيئة جديدة الحقيقة، اللي احنا دائما معناها نفتخروا اللي عملنا الهيئة هذه تاع الرقابة. وتذكر انت عفاف تعدى يعني في 2000، احنا تعدى معنا وقت حضرناه في 2017، وتعدى في 2017-2018 القانون اللي هي الهيئة لرقابة الغذائية. انا نتصور اللي اليوم معناها الهيئة خاطر مازالت تو تكونت وقاعدين بداو، يجب ان يكون معناها ثم برنامج وطني لمقاومة معناها السل والبروسلوز عند البقر، واللي يلزم يشمل معناها يلزم تترصد له ميزانية لهذا خاصة البرنامج. علاش؟ على خاطر هذا فيه يلزم التخصابيليتي، نعرفوا كل البقر اللي موجود في تونس، ونعملوا لهم التشخيص المبكر اللي بالتيست معناها هذه معروفة معناها بالتيست كيما عند بالتيست للبقر، واللي يبدا البقر المريض. علاش هو معناها يلزم بودجي؟ خاطر كل بقره مريضه يلزم الذبح نتاعها، لاباتاج نتاعها، على خاطر على هذه هاوي يلزم. وفما لاباتاج معناها مش معناها باللوخوها الكل، معناها هذيك الطبيب البيطري هو اللي يعرف شنو هي العضو اللي في واحد انا الحاجه معناها فيها 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 تشخيص وفيها واللي هذا لكن في نفس الشيء طالبه هما. يقول لك يا خويا الفلاح يلزم، انا قلت لك طرحناه الموضوع، انا نذكره بالكدا يعني الاجتماع اللي قمنا به في الوزاره، يعني يجب ان يكون ايضا بودجي لدعم الفلاح. على خاطر باش تلقى عنده شتال كبير وهو كله معناها مريض ويلزم يقول له لاباتاج منين باش. حاجه اخرى هو ديجا الماشي نتاعنا، سامحني دكتوره ما بين قوسين، لم يتم دعم الفلاح من الاول، من اول الازمه بتاع الحرب الاوكرانيه الروسيه، وهذاك علاش برشا فلاحه سلموا في الابقار نتاعهم، فما اللي ذبحوهم، فما اللي باعوهم، فما اللي بطل الفلاحه كاريمون. دونك لم يتم دعم الفلاح من الاول، ان شاء الله نفيقوا توا. وفما حاجه اللي يلزم مع التيبيستاج طبعا الفاكسان توا قاعدين يقوموا فيه بعض الفلاحه طبعا يقوموا به، لكن مش كلهم عاملين الفاكسان. واهم حاجه وسعر الفاكسان زاد حتى البيع
ترى مشكله كبيره راهو في علاقه بثمن ثمن التلقيح راهو زايده كيف كيف اللي ما تمتش مراجعته. لا اي يلزم هذا الكل وفيه نطاق برنامج يعني برنامج وطني يلزم هذا كله فيه دعم خاص بالوزاره كما نعملوا كما عند الاشخاص يعني انت تعرف مرض السل اليوم اللي نجمنا كنا معناها في تفكر في الخمسينات وفي الستينات يعني الناس كانت تو دو مورتاليتي كانت الناس تموت بالسل تو ما عادش شكون يموت بالسل هذا علاش على خاطر فما برنامج وطني والادويه معناها مجانيه والداوي مش كان الادويه يعني حتى المتابعه وكل شيء يعني برنامج كامل عندنا نجحنا فيه في وزاره الصحه هي مقاومه السل عند الاشخاص اليوم يلزم يكون ثم مقاومة السل عند البقر وطبعا المقاومة فيها أيضا هو منع بيع الحليب بدون تعقيم بالضبط هذا هو مريقبة تكثيف المريقبة يعطيك الصحة تكثيف المريقبة يعطيك وهنا احنا توا من خلال البرنامج هذا اللي يهمنا هو معناها المواطنين باش ما عادش رد بالهم على خاطر علاش نقول رد بالهم على اولادهم على خاطر كما قلت مرض السكر مرض السل مرض اقل حاجه ستة اشهر من ستة اشهر فما فوق وخاصة معناها بينيبل المداوات نتاعو ماهيش حاجه سهله يقعد برشا وقت وصفاتي مرهقه عندها اعراض جانبيه كبيره برشا برشا تفاصيل دكتوره يعطيك يعني الصحه احسن حاجه هي الوقايه والوقايه ان شاء الله معناها تكون طبعا الوقايه تكون والمراقبه زاده والمراقبه شكرا لك هذا هو اللي حبيت نقوله يعيشك شكرا لك دكتوره سميره المري على ومهم جدا باش جوستمون التثقيف الصحي عند لابد الناس من باش تعرف ولا يعني لابد منه يعطيك وي شكرا لك انت دكتوره سميره المري طبيبه مختصه في الامراض الصدريه ووزيره الصحه السابقه اليوم كان حاجه نجموا نقولوها يا اخي ما عادش تشري حاجه ماهيش معقمه واضح معناها ما ناخذوش ريسك ما تعرفش عليه. لا هاني قلت هنا على غالب الرزق بيد ربي ولكن ما نلعبوش هنا كي نلقى وانه عماده الاطباء تقول لي 30% من المواشي راه مصابين يما بالسل يما بالحمى المالطيه وانه العدوى تجي ديريكتومون باللي برودوي ليتيه معناها كل ما هو حليب صبه وزبده وقوته والحكايات هذوما الكل ما ناكلوش صغارنا اي حاجه كان هذا في وقته.